أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والعالمية. محليا موقع يمن مونيتور يقول إن المبعوث الأممي سيسافر إلى صنعاء للمرة الأولى منذ سبتمبر. وفي المصدر أونلاين يشير إلى إعلان الوكالة الأمريكية عن 88 مليون دولار دعما للاحتياجات الإنسانية في اليمن. عربيا، العرب الجديد يكتب الدولار الجمركي في اليمن ارتفاع جديد لتوسيع الأوعية الإيرادية. أهلا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي قال إن المبعوث الأممي هانس غرونبرغ سيسافر إلى صنعاء في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي اعتبرها الموقع بأنها الزيارة الأولى منذ سبتمبر أيلول الماضي. وبحسب مصدر مطلع في الأمم المتحدة، أفاد اليمن مونيتور أنه يجري التحضير في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء للقاء المبعوث غرونبرغ بعد موافقة الحوثيين على حضوره بوساطة من سلطنة عمان. وأكد قيادي حوثي تحدث لموقع يمن مونيتور على موافقة قادة الجماعة على وصول المبعوث إلى صنعاء بناء على تفاهم كبير بشأن تجديد الهدنة خاضها الوفد العماني الذي وصل صنعاء قبل أيام. والتقى عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة متحدثا القيادي الحوثي عن تفاؤل كبير ممكن في تجديد الهدنة بما يتضمن مطالب الحوثيين. وقال المسؤول الحوثي إن من المحتمل أن يعلن غرونبرغ عقب انتهاء زيارته لصنعاء عن تجديد الهدنة وفتح الطرقات العامة وتسليم المرتبات. وقد أشار الموقع إلى أن الوفد العماني يواصل زيارته للعاصمة صنعاء في إطار التحركات الدولية لتجديد الهدنة والتي نتج عنها مباحثات وصفتها جماعة الحوثي بالمثمرة. في الشأن الاقتصادي، قال موقع العاصمة أونلاين في تقريره الخاص إن ميليشيا الحوثي وجهت ضربة جديدة للقطاع المصرفي عبر إعلان فصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة. وأصدرت ميليشيا الحوثي قرارات جديدة حظرت بموجبه القطاع التجاري في مناطق سيطرتها التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، فيما بنك حكومي رابع شمل الحظر فروعه في المناطق المحررة. وفي قرار آخر، حظرت الميليشيا الحوثية على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملات الأجنبية والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستوردين لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف. كما أشار قرار الميليشيا إلى أنه سيسمح للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي في عدن وذلك بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط. وتستغل ميليشيا الحوثي تواجد المقرات الرئيسية للبنوك التجارية اليمنية في صنعاء التي كانت مركز البال والنشاط التجاري قبل اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء وإعلان الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وذلك لتمرير سياستها النقدية وفقا لخبراء. واعتبر اقتصاديون أن قرارات ميليشيا الحوثي فرز مناطقي وتشكل خطرا على البنوك التي ستفقد عملاءها. تناول موقع المصدر أونلاين خبرا قال فيه إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت أنها ستقدم تمويلا جديدا قيمته نحو 88 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد خلال عام 2023. وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن الوضع الإنساني في اليمن إن مكتب المساعدة الإنسانية التابع لها سيقدم التمويل الذي يصل إلى ما يقارب 88 مليون دولار. وأوضحت أن النصيب الأكبر والبالغ 47.791 مليون دولار سيخصص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن. وذكر التقرير أن أكثر من 36.370 مليون دولار ستخصص كدعم لبرنامج الأغذية العالمية لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدم
تقدمها في اليمن، كما سيتم تخصيص 600 ألف دولار لمنظمة الأغذية وزراعة الفاو و300 ألف لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم أنشطتها هناك. في الصحف العربية، قالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم إن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك جدد التحذير من الخطر الذي يشكله الحوثيون على اليمن والمنطقة، متهما إياهم بأنهم ليسوا شركاء سلام. وبحسب الصحيفة، فقد ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك التقى في الرياض أمس السبت سفير فرنسا جان ماري صفا لمناقشة التطورات في اليمن في ظل الجهود المبذولة لتحقيق السلام. ومع تضاؤل الأمل لدى الشارع اليمني في أن تسفر هذه الجهود عن سلام مستدام في الوقت القريب، قالت الصحيفة في تقريرها إن وفداً عمانياً كان قد عاد إلى صنعاء قبل أيام في سياق سعي السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والإقليمية ووقف التهديدات الإرهابية. ونقلت الصحيفة عن وكالة سبأ الحكومية أن الوزير بن مبارك أشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، إلا أن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض جميع الجهود التي تبذل لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته. وأعاد بن مبارك التذكير بالخطر الذي يمثله الحوثيون، ونقلت عن الوكالة إشارته إلى طبيعة العدوانية لميليشيا الحوثي وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة عموما، كما أشار إلى وجود مؤشرات قوية لإدراك المجتمع الدولي لذلك وبطلان الدعاية الحوثية. حول الوضع الاقتصادي في اليمن، نشر موقع العرب الجديد تقريرا قال فيه ان اليمن يستعد لتدشين حزمة جديدة من الاجراءات لتوسيع الاوعية الايرادية، تشمل تحريكا اخر لسعر الدولار الجمركي بنسبة 50% هو الثاني من عام 2021 وسط انكماش متواصل لقطاع النقل البحري يزيد عن 10%. وبين الموقع في تقريره أن الحكومة اليمنية أقرت قراراً غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، وقد ضمن القرار حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، تشمل أيضاً تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال. وبحسب الموقع، فإن مصدر حكومي مسؤول حمل الحوثيون المسؤولية الكاملة فيما يحصل نتيجة استهدافهم بالصواريخ والطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الخام، ومؤكدا أن أي قرار فيما يخص الدولار الجمركي لن يؤثر على المستهلكين والمواطنين اليمنيين، لأنه يستهدف السلع الكمالية باعتبار السلع الأساسية معافاة أصلا من الرسوم الجمركية. وفيما كشف رئيس غرفة عدن أبو بكر باعبيد نائب مدير الاتحاد اليمني العام للغرفة التجارية والصناعة في تصريح للعرب الجديد عن دراسة القطاع الخاص للخطوات التي سيقوم بها خلال الأيام القادمة رداً على ما أقدمت عليه الحكومة اليمنية برفع سعر صرف الدولار الجمركي، واعتبره خطوة غير موفقة يرفضها القطاع الخاص جملة وتفصيلاً، لأن ذلك بمثابة إثبات أن الشراكة التي تتحدث عنها الحكومة مع القطاع الخاص مجرد كلام للتضليل. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير، كنت معكم أنا سلام القيسي، إلى اللقاء.